ايهم عليك يا معلم. لك حبيبي ايهم، وين صورتكم؟ وين صورتكم؟ انت وين هلا ايهم؟ وين انتوا قاعدين هلا بالضبط؟ احنا قاعدين بنواحي جامع فلسطين تقريبا. يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك، حاولت اتصل فيك كثير ما زبطت، حكيت مع ميراز، حكيت مع الشباب، حكيت مع الناس اللي ممكن، يعني انه بعرف انه ما عندك انترنت وبعرف قديش الظرف يعني صعب اللي عم بتعيشه. سامعني؟ انا يا اخويا حلمت اني بمخيم اليرموك وما قادر اطلع، والناس جوا عم بيسألوني كيف فتت لهون واحنا محاصرين. كان لون الناس ازرق وانا ما كنت قدران افيق. الصوت الوحيد اللي كنت عم بسمعه كان صوت بيانو صديقي ايهم يلي ضل جوا المخيم. لسه عم بلعب بهاي الحارات والشوارع يلي أسماء على أسماء مدن فلسطين. بتلاقينا عم بلعب من لوبيا لحيفا ليافا هون جابني أبوي وأنا صغير وحطي بمحل ألبسة أشتغل، بس ما طولت أسبوع وهربت على بسكليتة صاحب المحل يلي ما قدر يلحقني. الشارع كان كثير عجقة ومليان ناس وكان يوم وقفة. وهون بيتي، هون 30 سنة ما بعرف كيف اختفوا، بس بتذكر هون كيف كنا نجمع حالنا وإحنا صغار ونطلع على ملعب شاكر نقطف بيت نجان ونلعب فوتبول ونرجع كلنا تراب.
مكتبة الرشيد هون على اليمين، يعني هون كنت كل يوم أفيق الصبح وأجي أقرأ الجرايد كلها ببلاش، وأبشادي 10 سنين ما مل مني. كنا لما نسمع إنه في شهيد نجيب الإعلام ونجمع حالنا ونطلع. يمكن هاي الشجرة كانت أكثر شجرة يوقف عليها عصافير بالعالم، وكنت كل ما أمرق من تحتها أزقف، وكانت العصافير اللي على الشجرة تسكت لثانيتين أو 3 ثواني.
هلا انا ما بعرف ليش كانت تسكت، بس مره كنت انا ورفيقي طالعين الصبح، وقفنا تحتها وزقف وسكتت العصافير. بعدين انا صرت لحالي كل ما وقف تحت الشجره ازقف، وكانوا يسكتوا. بعدين سالت رفيقي عن الشجره والعصافير، حكالي العصافير راحوا ماتوا، اكلوهن اولاد المخيم من الجوع.